مرحبا يا أصحابي، اليوم راح أجرب حرفة جديدة. قابلوا صديقتي الجديدة الجاموسة، سويتها من المعجون أو الطين الصناعي. الدكتور سعيد شوفني صورة للجاموسة بمنطقة الأهوار. تعرفون أن الجاموسة موجودة بمنطقة الأهوار؟ وأنه أكو هواية بيوت الطوف فوق المي هناك؟ أنا كنت أريد أسوي جاموسة هدية للدكتور سعيد، وطلع شي كلش حلو. أنا كلش متحمس، هاي أول مرة أجرب أسوي بها حيوان من الطين الصناعي. وهاي راح تكون هدية خاصة ومميزة للدكتور سعيد. أول شي رد تسوي جاموسة لونها أسود أو رمادي مثل اللي شوفني إياها الدكتور سعيد بالصورة. بس أنا ما كان عندي كل الألوان. كان عندي بس اللون الأحمر والوردي واللون الأبيض والبنفسجي. وتذكرت مثل ما علمتني سلمى لما أرسم، إنه إذا خلطت الألوان مع بعض أقدر أطلع لون مختلف، وهذا اللي سويته لما صنعت الجاموسة. أول شي خلطت اللون الوردي مع اللون الأحمر، بس طلع وياي اللون مختلف. فكر فكر يا جاد، فكر أعصر دماغك، شنو الحل؟ آها لقيتها، راح أضيف اللون الأبيض. يعني هسه مو بالضبط اللون اللي كنت اريده، بس همين لطيف. شو يصير اذا ضفت لون همين؟ وبعدين قررت اصنع جاموستي. ها؟ وهذا كل شي صار وياي. انا حاولت اخلط الوان مختلفة من الطين الصناعي. بعد هيك سألتني سلمى اذا تونست بتجربتي الاولى بحرفة جديدة، وتعرفون شنو؟ أنا من صدق فرحت كلش 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 فرحت. ها؟ مع أنه جاموستي مو بالضبط مثل الجاموسة اللي بالصورة اللي شوفني إياها الدكتور سعيد بالأهوار، بس أنا فخور بنفسي، فخور كلش. أنا هيك سويت أول جاموسة لي من الطين الصناعي. شوفوا هديتي للدكتور سعيد، شوفوا جاموستي جوجو. تاتا.